من عاصمة النيجر نيامي ينضم إلينا السيد حبيب بوري الأكاديمي والباحث السياسي. سيد حبيب أهلا وسهلا بك، سيكون من الأهمية بمكان أن نتعرف من حضرتك على الأوضاع في عاصمة النيجر نيامي وفي عموم البلاد، كيف تبدو على المستوى الأمني، على مستوى وفرة السلع والمواد، حياة المواطنين ومعايشها كيف تدار؟ أولا شكرا لك وللمشاهدين. الأوضاع في العاصمة نيجر نيامي حاليا يعني نوعا ما مستقرة، رغم أن هناك تخوفات بتغيير الحياة الاجتماعية في الأيام القادمة بسبب الحصار المفروض على دولة النيجر من قبل الجارتين مهمتين، يعني أقصد نيجيريا وبنين، لأن البضائع تأتي عن طريق نيجيريا أو بنين. كما تعلمون أن النيجر دولة حبيسة، ولذلك يعني عندما تغلق بنين حدودها مع النيجر وكذلك نيجيريا، هذا يعني أن حياة الناس ستتغير والأسعار أيضا ستشهد تغيرا. حاليا يوجد يعني ارتفاع لبعض الأسعار، يعني لبعض الأسعار المهمة كالأرز وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها المواطن العادي. ولكن حتى الآن مع ذلك أن الرأي العام يعني بصفة عامة لم يتغير تجاه ما جرى في النيجر، يعني رفضا للتدخل العسكري ورفضا أيضا للحماسة الزائدة التي تأتي من قبل دولة فرنسا، وهي دولة يعني استعمرت نيجر سابقا، والشعب تقريبا كلهم ضد التدخلات الخارجية وخاصة التدخلات الفرنسية. ومن ناحية الكهرباء أيضا هناك معاناة، لأن النيجيريا هي التي تزود النيجر بالكهرباء، وهي بمجرد أن حدث الانقلاب قامت بقطع الكهرباء. ولذلك الآن في هذه الأيام في عاصمة نيامي هناك انقطاعات مستمرة للكهرباء. سيد بوري، كان هناك حديث دائم عن أن الرئيس محمد بازوم يحظى بدعم لا بأس به وبأنه هو الرئيس الذي فاز في الانتخابات، لكن ما أن تحرك الجيش أو أقدم على التحرك الأخير حتى كان الشارع حسب ما نتابع وحسب ما كان يعرض الزملاء الآن كله تقريبا يؤيد هذا التحرك ويرى فيه أنه نهاية لحقبة السيطرة الفرنسية على النيجر، هل لا يزال هناك قاعدة شعبية يحظى بها الرئيس بازوم أم أن الأمور يعني كلها تحولت؟ بالمناسبة يعني فيما يتعلق بشعبية بازوم، يعني هذا حقيقة الشارع لا يصدق هذا، ولكن كما يعني لا يصدق ماذا؟ لا يصدق أن له شعبية أم لا يصدق ماذا؟ نعم نعم نعم، كما يعرف من يعرف من يتابع السياسة الفرنسية في دول غرب افريقيا، فرنسا دائما تقف مع الضعيف لكي تفرض عليه يعني رأيها. ولكن حقيقة هناك يعني مثلا رفض شعبي تقريبا يعني شبه اجماع على مثلا لعودة محمد بازوم. لماذا؟ لأن هناك شكوك أصلا أن بازوم هل فعلا هو يعني تم انتخابه يعني من خلال انتخابات نزيهة وهرة. حقيقة هناك شك، كما يعني نعرف جميعا أن المنافس له حتى رفع القضية إلى المحاكم الإقليمية رفض، لأنه يرفض الانتخابات التي من خلالها جاء الرئيس محمد بازوم، لأن هو يعتبر أنه قد زور الانتخابات واستغل أن خليفه محمد يوسف هو الذي كان يسيطر على الأوضاع أيام الانتخابات ولذلك فاز، ولكنه لم يفز من خلال انتخابات نزيهة وحرة. وما يجري الآن هو دليل على ذلك. الشعب النيجري يعني تقريبا كلهم أو إن لم نقل كلهم يعني أكثرهم يؤيدون ما جرى، وحتى الآن المكان الذي أقف فيه الآن هي ساحة من ساحات المسجد الكبير في المسجد الجامع الكبير في نيامي المعروف بمسجد معمر القذافي. المسلمون أو الجمعيات الإسلامية يعني عقدت جلسة هنا للدعاء للوطن والدعاء
للجيش المنقلبين والدعاء على أعداء النيجر. وهذا كله وغيره من التظاهرات الهاشدة التي تخرج يوميا تؤكد أن الرجل ما كان يحظى. طيب سيد بوري، أنت أشرت إلى الرئيس السابق محمد إيسوفو، وهناك حديث عن أنه سلف الرئيس بازوم أنه ربما كان مرتضيا ما جرى وأنه لم يكن يحبذ أن يستمر الرئيس بازوم في الحكم، هذه نقطة. النقطة الثانية، الرئيس يوسف نفسه كان له علاقات أيضا كانت طيبة بفرنسا، لماذا لم تثر ثائرة شعب النيجر والقيادة العسكرية في النيجر تجاه يوسف خلافا لما جرى مع الرئيس بازوم؟ نعم، حقيقة هناك بعض الناس يقولون يعني تم الانقلاب على محمد بازوم لأنه من قبيلة عربية، يعني من أقلية يعني عرقية، ولكن هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، يعني حتى مثلا الجيش لم ينقلب على محمد يوسف، ولكن هذا ليس دليلنا على أن مثلا محمد بازوم يحظى بشعبية، محمد يوسف يحظى بشعبية أكثر من محمد بازوم. ولكن أنت نعرف جميعا أن في أيام محمد يوسف كانت هناك محاولات عديدة للانقلاب عليه، ولكنه نجا من كل هذه المحاولات.